أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء Thank you.
إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا حملا. يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون
يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن أذن له الرحمن ورضي له قولا يومئذ وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من صالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن وكذلك أنزلنا قرآنا عربيا وكذلك أنزلنا قرآنا عربيا صرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله فتعالى وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تخجل بالقرآن من قبل إليك وحيه.
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا بالقرآن من قبل أن يقضى إليك يقول رب زدني علما فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من يتقون أو يؤدي
ذكرى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى قلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فقلنا فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تهوى وأنك لا تضمر فيها فوسوس إليه الشيطان
فأكلا منها فأكلا منها فأكلا منها فبدت لهما فوسوس إليه الشيطان فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى قد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري
القيامة أعمى قال ربك لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر يا فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون فاصبر على
وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير ورزق ربك خير وأبقى. ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشمس والوتر لم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي في البلاد فأكثروا فيه
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض وجاء ربك والملك بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا كلا إذا دكت الأرض دكا صف 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 وجيء يومئذ بجهنم يومئذ
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الفاتحة. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك عن ذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.